مساء الخير يا أهل مصر، وأهلا بيكم وحوار جديد ونظرة شاملة جديدة 360 درجة حول بعض ما يدور من أحداث ومستجدات على أرض مصر. ضيفنا النهاردة الحقيقة أنا مش لاقية مقدمة أقولها عنه، ولكنه معروف عنه مشاغب بس قلبه طيب جدا. هو محامي ونائب سابق وآخر رئيس للحزب الوطني الديمقراطي، الأستاذ طلعت السادات. أهلا بيك معانا اهلا وسهلا ومشرفنا في 360 درجة. اهلا وسهلا. ما بفهمش أنا ابتساماتك، ساعات تبقى لها معاني يعني باسمة عادية، وساعات تبقى ساخرة، وساعات تبقى الابتسامة التي تسبق الإيه؟ لا ابدا، بس هو بالتالي الضيف اللي يقعد قدامك وما يبتسمش وما يبقاش فرحان، الله يخليك يا رب، يعني يروح يقعد في ده بس من ذوقك والله، من ذوقك بصراحة كده. لقب أو منصب أو التايتل يعني بتاع آخر رئيس للحزب الوطني، فادك ولا ضرك؟ أضاف إليك ولا خد منك؟ لا هو بالتأكيد في وقتها خد، لكن لو كنا هننظر لها بالنظرة البعيدة لو كان استمر يعني كان هيضيف مش لطلعت السادات، لا كان لا، هيضيف لمصر. بس ناس كتير قوي استغربت من فكرة قبولك لرئاسة الحزب في الوقت اللي انت كنت معارض للنظام ومعارض لسياسات الحزب كلها، وقفت تمام، في وسط المجلس وهاجمت رئيس المجلس نفسه ورئيس الجمهورية نفسه، ورئيس أي الجمهورية. حد في البلد مظبوط. كنت فالناس بقابله استغربت يعني. ليه تقبل برئاسة حزب بقى صيته عند الناس وحش، سمعته وحشة. هي دي الرؤية، دي الرؤية اللي عند الناس، زي ما عند الناس برضو الرؤية إن وزارة الداخلية وحشة. لكن لما احنا طهرنا وزارة الداخلية وخلصنا من حبيب العدلي وخلصنا من الضباط الوحشين اللي كانوا موجودين في وزارة الداخلية، كلهم بالكامل. يعني انا مش عاوز اتفرع في لا المواضيع بس يعني سريعا كده، يعني آخر ولا نقول قرارين نسبة خدهم كبيرة منهم يعني تقريبا خلصنا من المجموعة الفاسدة اللي كانت موجودة. يعني النسبة الكبرى يعني. لكن بقية الضباط دول ناس شرفاء انا ما وناس بتكلمش على بتأدي عموم عملها يعني. الضباط، لا طبعا انا لكن احنا بتكلم على خلصنا من البعض. الناس الوحشين، خلصنا منهم خلاص. فهل احنا غيرنا اسم وزارة الداخلية؟ ما غيرناش. هل احنا غيرنا عمل وزارة الداخلية؟ ما غيرنا غيرناش. الشعار، رجعنا الشعار القديم مكان ورجعنا الجديد. شعار لكن انت اللي كان ياما شخصيتك وقفت ايه؟ وقلته وطالبت بيه في مجلس الشعب، زي ما المادة 184 من الدستور ما بتقول. بس غيرنا اسم امن الدولة، وما اظنش انه حسن يعني بقى حسين. اسوأ صيتين كانوا موجودين في فترة النظام السابق كان الداخلية، مش الداخلية، جهاز امن الدولة والحزب الوطني الديمقراطي. جهاز امن الدوله برضه اسمحي لي اقول لك، انا سبق وقبل كده في مجلس الشعب قدمت اقتراح بانه يعود له اسمه الحقيقي القديم الصحيح مجلس الأمة، اللي هو البوليس السياسي. البوليس السياسي ده الاسم الصحيح. انا قدمت قبل كده اقتراح في المجلس، قلت يا جماعه رجعوا اسمه المظبوط، ده بوليس سياسي. طبعا ما الاسم القديم وهو لأمن ده الصح، الدولة. وارجو ان ده اللي يرجع، وارجو انه مع التعديلات اللي جايه انه ياخد المسمى الصحيح انت في اول بتاعه. الكلام قلت مجلس الشعب يرجع لاسمه القديم، فانا لا توقعت مجلس الامه، بس لا انت لا قصدك لا على لا لا لا، مجلس الشعب زي جهاز ما هو الامن مجلس الوطني الشعب. الحالي. طب سؤال كده، بالنسبه انا للحزب عارفه ان الحوار الوطني، معاك هيتفرع لا كثيرا، لا بس انا هرد هنحاول عليك نلمه. بالنسبه للحزب الوطني. الوطني وتقول لي كمان ايه الفرق ما بين البوليس السياسي اللي كان برضه ليه صيت يعني مرعب وقتها، وكلام كان في كلام عن تعذيب وعن قمع وعن معتقلات، والفرق ما بين يعني ما شكي منه في جهاز أمن الدولة. عاوز اقول انه بالنسبه للحزب الوطني الاول، الحزب الوطني كلنا عارفين انه كان زي ما انا قلت لهم في المجلس، هو اتولد في بيتي، شهاده ميلاده طلعت من دايره تلا اللي انا بمثلها في المجلس. لكن تقصد ايام السادات يعني، ايام الرئيس شهاده الراحل انور ميلاده السادات. لكن عيل وطلع تاه مع اولاد الشوارع، بقى صايح، عيل صايح ابنك، لكن بقى صايح، بقى فاسد، بقى بايظ. لكن في صله، اي نعم انا بعارض السياسات وبعارض الكلام اللي كان بيحصل، لكن انا عمري في حياتي ما عارضت الفلسفه اللي قام عليها الحزب الوطني. نعم.
لأنها فلسفة محترمة، فلسفة بتطلع بالمواطن المصري البسيط من تحت من القاع، بتخليه يبقى فلسفة ما عايش زي تطبقش بقية منها ولا البني نص آدمين. في المية مفيش حاجة اتطبقت، عشان كده أنا كنت يعني بعارض. اسم فقط أو شعار فقط بالظبط، نظري. زائد إنه الأشخاص نفسهم اللي كانوا قائمين على الحزب الوطني خلطوا العمل السياسي بالبزنس وبالنهب وبالسلب وبالاستيلاء على اموال الشعب، لدرجه ان هم رجال الأعمال كانوا هيخصخصوك انت وهيخصخصوني انا، وكانوا هيدوك نصيبك في مصر وانا هاخد نصيبي في منهج مصر. جمال مبارك، منهج جمال مبارك اللي ملوش علاقه بالسياسه ولا بالانتماء لمصر على وجه الاطلاق اطلاقا، خيانه عظمى فعلا. أنا كان غرضي كله إن طالما الناس دي دخلت السجون وخلصنا منها وربنا ريحنا منها، إن أنا أعيد بناء الحزب الوطني مرة أخرى، أعيد بناؤه من تحت لفوق بانتخابات نزيهة محترمة بناس أشراف، ناس إيديها نظيفة ما تلوثتش، ما مدتش إيديها على المال الحرام. انا معاك، بس خلاص كان بقى يعني اتحرق وحطام اللي باقي منه، واي حد حتى بيتقال احنا انه كان بنعيد عضو بناء، فيه انا حتى ولو بعيد من بناء. بعيد مواطن عادي لا بيبقى يتقال عليه فلول النظام وفلول الحزب الوطني. لا لا، قلنا بنسيب ما كان الحكايات في الاولى. وشباب الثورة زعل منك شوية وقتها، ما يزعلوش من عمهم طلعت ابدا، انا ما حدش يزعل مني هتجيب لهم ابدا. طرق برضه هما كمان. وماله، دول ولادي، الله، دول ولادي. ايوه انا وبعدين ما فاهمك، انا تنسيش ان انا فاهمك، من اعمده الثوره دي، انا وانا فاهمك. شفت الامرين ووقفت وقلت وشجعت الناس انها تتكلم وشجعت الناس انها تاخد مواقف. ما هو المواقف دي ما بتجيش بين يوم وليله، ما بخشش انام واصحى من النوم الاقي نفسي نازل في التحرير، لا، لما في حدش بينكر تحضير، عليك ان انت طول عمرك في كنت تحضير. بتهاجم النظام التحضير وبتهاجم ده انا الفساد. كان ليا دور اساسي فيه وعانيت منه ووقفت بشرف، ما وقفتش طيب، متاجرة. وتم حل الحزب الوطني فأطلق عليه الرصاص بقى في المحكمة وكنت وانتهى. ناوي تأسس حزب جديد من عامل حزب وتسميه حزب مصر، الوطني الجديد، لا، حزب حزب وقتها مصر القومي. ده ما أنا كنت دلوقتي. هغير اسمه بقى. ما هو ده، انا بس افهمني، انت الاول اعلنت انك هتأسس حزب جديد وتسميه الحزب الوطني الجديد، بالظبط كده. وبعدين فجأة لقينا اسم الحزب بقى الحزب مصر القومي. لا، هو الحزب الوطني الديمقراطي لما كان موجود وانا كنت هتغير اسمه توليت، يعني، كنت هغير اسمه الى الحزب الوطني الجديد، ولما اتحل عملت حزب جديد وبقى اسمه حزب مصر القومي. مصر القومي. ما ده اخبار ملوش مصر علاقه بده القومي يعني. كويس، تمام. بقى في هنقدم، كام؟ لا، عدينا 6000. هنقدم ان شاء الله الاسبوع الجاي، باذن هنقدم الله. الاوراق بتاعتنا. طب هل من بين الاعضاء في حزب مصر القومي حد كان بينتمي للحزب الوطني؟ ممكن كان فيه، كان زي مين؟ لا، من الناس اللي هم القيادات اللي كانت موجودة. لا بشكل عام يعني، لا لا، مين ما اشهر فيش، الاسماء اللي ما منضمه عنديش معاك في حد، الحزب؟ ما عنديش قيادات، مش شرط من الوطني، بشكل عام في اسماء يعني شخصيات عامه معروفه معاك في الحزب؟ لا 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 لا، ناس عاديين. ناس عاديين. ال 85 مليون يا رب يا رب. هم اللي معروفين على الساحة السياسية النهاردة، هم مثلا 100. طب اختيار اسم مصر القومي كان على اي اساس؟ على اساس ان مصر اسمها جمهوريه مصر العربيه، واسم مصر طبعا ده غالي وقومي، لان انا راجل قومي ومؤمن بالقوميه العربيه، ومصر دوله عربيه، وعاوزين نستعيد دور مصر بالنسبه للامه العربيه. طب ده اسم الحزب، اما بقى السلام والديمقراطيه والرخاء كان اختيارك شعار للحزب، يا ترى؟ والله دول اخر 3 كلمات قالهم الرئيس السادات، كان عمل حديث في عيد ميلاده الأخير مع همت مصطفى. نعم. فهي بتسأله، بتقول له إيه اللي بيشغل بالك دلوقتي؟ سؤال. فهو الراجل رد عليها ب3 كلمات، قال لها: يا بنتي، أنا بيشغلني 3 حاجات، السلام والديمقراطية والرخاء. والرخاء. وعند أهم 3 حاجات أو يعني 3 من أهم الأشياء اللي أي مواطن مصري بيحلم بيها، وآخر كلمات قالها في لقائه مع طبعا الأستاذة الكبيرة همت الله مصطفى رئيس يرحمها، الراحل رأس أنور الإله يعني، السادات. ومسجلة. طبعا اسمح لنا ان احنا نتوقف مع حضرتك ومع كل مشاهدينا الفاصل سريع، ونرجع من بعده نكمل حوارنا مع الأستاذ طلعت السادات. خليكم معانا.
مرة تانية بنجدد التحية لكل حضراتكم بعد الفاصل، وضيفنا اللي مشرفنا النهاردة الأستاذ طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي الحزب الجديد، بعد ما خلاص حلينا الحزب الوطني بقينا دلوقتي عندنا بقينا رئيس لحزب مصر القومي. لو أنا أسأل حضرتك، موضة الأحزاب اللي طالعة دلوقتي، عدد كبير من الأحزاب نسمع عنها كل يوم، وأغلب الشعارات تقريبا نفس المعنى، يعني الديمقراطية، الحرية، الرخاء، العدالة، الأسامي التخينة دي مش حكاية تخينة، المعاني واحدة. إيه اللي يخليني كمواطن عادي أفضل حزب عن آخر؟ طبعا دي ثورة. الثورة بيتمخض عنها حاجة كتير قوي، فكر كتير، آراء كتيرة، حاجات صحية وحاجات غير صحية، وكله بيتكلم في وقت واحد. نعم، مش مثلا بالراحة، لا، دي ثورة. فعشان ثورة الناس كلها بتتكلم، الانفعال بيبقى عالي قوي، وكله في وقت واحد، وكله عاوز يتسمع، وكله عاوز يتقال، وكل طايفة ما خدتش حقها قبل كده عاوزة تاخد حقها، واللي مظلوم عاوز يرفع المظلمة بتاعته. الناس كلها بيني ما بينك 30 سنة تعبوا فيهم، وبيني ما بينك الرئيس السابق أهمل في حق مصر، أهمل بس أهمل في حق مصر. دي مش شوية، يعني مش شوية، أصلي دي أمانة. يعني هو مش موجود بتقول أهمل، ده لما كان موجود كنت بتقول أكتر من كده بكتير، وكلنا كنا بنقول بس ما كناش بنقدر نقولها، أو ما كانش حد بيقولها. ما بتكلمش عن نفسي، أصل ربنا سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والجبال والأرض فأبينا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الرجل لم يكن على مستوى الأمانة للأسف. نعم، يعني عامة أنت من التصريحات اللي قلتها بخصوص الرئيس السابق حسني مبارك، وزعلت منك بعض الناس اللي ضد هذه التصريحات، فكرة إن إحنا نعفو عنه ومن ما يدخلش طرة. أنا ما قلتش نعفو عنه، ما يخشش طرة، ما يتحاكمش، ما يدخلش سجن طرة. أنا قريت التصريح ده على لسانك. لا، في فرق بين إن أنا أقول إن هو يتحاكم محاكمة عادلة، وفي فرق بين إن أنا أقول إن لو ثبت إن لدي أموال يرجعها، وفي فرق بين إن أنا أقول إنه ما يخش السجن. أنا قلت هذا الرجل بحكم القانون، بحكم القانون فوق 80 سنة، والمرض اللي عنده المفترض إن هو بيودع أحد المستشفيات لتلقي العلاج، يعني ده قانون. نعم، ثم ده قانون. ثم أكتوبر 73 ده قانون إنساني ولا قانون جنائي؟ ده قانون الشرف العسكري، قانون شرف مصر. التصريح اللي قريته ان على اعتبار لو احنا عملنا حساب لخدمته العسكريه اثناء حرب اكتوبر، بس الثوار ثم اسمحي اقول لك الثالثه، انه ما هربش. كان ممكن يهرب، ما هربش. يبقى انا بالنسبه لي عشان خاطر الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول، قلت هذا الرجل ممكن ايداعه في المستشفى، محبس، سجن. هو ده احنا عشان بنقارنه بالنموذج التونسي وهروب الرئيس التونسي، بس هو الطبيعي ان الرئيس ما يهربش، ما يسمحش ليه من الجهات الموجوده زي القوات المسلحه انه ما يهرب. هي ما كانتش تملك تمنعه القوات المسلحه، ما هو ممكن كان كان القائد الاعلى للقوات المسلحه. يعني هو في اسرار بقى لسه احنا ما لا 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 لا, 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 لا. ليه ده راح تابوك اتعالج ورجع؟ هي القوات المسلحه لو ما كانتش تملك انها تمنعه من الهرب، أنا مش بدافع عنه، كانت تملك انها تخليها يعني يعلن تنحيه او تخليه عن الحكم. خدي بال حضرتك، انا مش بدافع عنه، انا بدافع عن مصر. احنا عارفين انك مش بدافع عنه، بس بنوضح للناس اللي زعلانه النهارده، اللي ابنها استشهد، ولا اللي جوزها استشهد، ولا الدم راح في طب ما انا عمي اتقتل، انا عمي اتقتل وابويا ميت مشلول، وميت وميت فقد البصر، وانا عانيت الامرين، ودي دي قصه، وده ده شخص بالزبط. ده حاجه وده حاجه، يعني مفيش حاجه عند المصريين دول تشفع له ان هو ما يتحاكمش ويخش سجن طرة. لما طلعت السادات يقول القانون، ويقول الشرف العسكري، ويقول انه ما هربش، لا، انا كلامي لازم يتسمع، واللي ما يسمعش كلامي يبقى غلطان. طب سؤال سريع معلش، وجاوبني بصراحه، انا بتكلم بلسان مصر وكلسان خريج حقوق ومحامي يمارس المهنه. لو كان الطلب منك، لو كان الطلب منك ان انت تدافع عنه، رفضت. انت تدافع عنه، طلب منك بالفعل، مين اللي كلمك؟ رفضت. ناس كلموه خلاص من غير داعي، ناس كتير قوي قالوا ان هم رفضوا، ومش علشانه هو بس، لا، عشان الباقي. قلت لا طبعا، طبعا لا،
بقيه العيله يعني؟ بقيت العيله من الناس الوزراء اللي موجودين، قلت لا طبعا، هو ايه الكلام ده، طلب هدافع منك عن مين؟ الدفاع ايوه عن طبعا، برضو الناس كلموني بعض المسؤولين طبعا. التانيين ناس كلموني، زي امال مين؟ ايه، طب مين الاسامي من اللي اصل انا في كلمتك؟ غنى، انا في غنى عن الكلام ده. الجمهور عاوز يعرف، لا لا، هو الجمهور مش يكفي مستغني. يكفي يكفي شعب مصر ان انا طب وقت الرئيس ما مبارك نفسه مين بيعوش، اللي كلمك؟ حرمه؟ ما بيعش مصر. لا لا، ناس محبين في النص. محبين لحسني مبارك؟ ايوه، امال ايه، ده راجل بقاله 30 سنه، من فلول النظام يعني ولا ناس محبين؟ ناس بقالها 30 سنه معاشره الراجل ده. الراجل ده قاعد في مصر بقاله 30 سنه، له جذور، وانت فاهم انك هتخلعيه في ثانيه. له ناس، عمل مجاملات لناس، خدم الناس دي ناس، يطلق عليها كلمة فلول النظام اطلقي زي القديم ما ولا انت لا؟ أنا عاوزه. بسألك أنت سيادة لا، ناس عادية، ناس رئيس عادية، الحزب، لا ناس عادية، ناس محبين له، ناس بيحبوه. عادية ملهاش لا علاقة بالسياسة ولا بحكم لا لا ولا لا، مالهمش في السياسة. لا لا بمسؤولية. لا لا لا، لا. مش بتوع السياسة خالص، مالهمش في السياسة. طب ورفضت قالوا ليه؟ لي ممكن، قلت لهم لا طبعا. اصل مين اللي هيحبه ما اشتغلش معاه؟ معلش اسمح لي، يعني النهارده في حوارات اللي احنا سمعناها من واحد من اللي كان قاعد 28 سنه في قصر الجمهوري اللواء شفيق البنا، قال لك ده حتى اقرب الناس من عيلته، من اهله، من خلان، من عمات، ما كانش بار بيهم. فمين اللي هيحبه بقى؟ يعني مين اللي لا لا هيبقى؟ لا لا لا، عيب بقى ده كلام واحد الكلام ده. عاش معاه لا، انا 28 اقول له سنه عيب، من انا اقول له عيب، سكرتير الرئيس من 73 يعني مش كان قاعد ل 2004، بياكل معاه وياكل عيش وملح معاه؟ وعشان كده بيشهد شهادة عن ايه قرب. الشهاده ايه؟ دي شهادته، شهادته. كل عيله، كل واحد حر في عيلته يا ستي. الله، كل واحد حر في عيلته. احنا إيه انا مش فاهم بنتكلم ايه بقى على الكلام ده؟ الانسانيات. لا انت ما بتقولي النهارده 30 سنه ونعمل لا لا اعتبار لسن ونعمل اعتبار لحكم لا العسكري او للانجاز العسكري في حرب اكتوبر او الشرف العسكري، يبقى ما نعملش اعتبار لعلاقات الدم، علاقات الرحم. يا ستي، كل عائلة ليها نظامها. تعرف من ضمن كلام اللي هو شفيق البنا ان هو على مسؤوليته بيقول الرئيس مبارك بعد حادثه بورسعيد قال دي صبابه، قال طز في الشعب. متخيل؟ لا، يعني بعد ما ما جاته تخيلش من ليه عيون طز في حادثه الشعب. ليه؟ الاغتيال دي، ليه ما الشعب ده اللي طلع له لما رجع من هناك؟ مش انت لسه قايل انه ما صانش الامانه؟ هو اللي ما يصونش الامانه ايوه ما يقولش ايوه كده. ايوه الناس طلعت تقول له الحمد لله بالسلامه. الناس كانت خايفه عليه وزعلانه عشانه وعشان طلع مصر. بالامر، هو انا الرأي بالامر، طلعوا بالامر. اعتقد طلعت بالامر. النهارده الناس طلعت بالامر عشان خاطر تقول الحمد لله، طلعتش بالامر عشان تقول الحمد لله على السلامه. ليه ده الشيخ الشعراوي طلعت راح للثوره وقابله؟ ليه؟ ده الشيخ الشعراوي راح وقابله. بلاش 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 نبقى صغيرين. احنا ما احناش صغيرين، ومصر مش صغيره، وخلاص الموضوع انتهى. هو خلاص بقى الرئيس المخلوع، بقى ماضي. انا عايز اسالك خلاص، سؤال، ربنا يديلك الصحه يا خلينا رب نفكر ويزيدك في من فضله بكره. ونعيمه. النهارده اللي ما لقاش حضانه في مستشفى لابنه، واللي ما لقاش كيس دم لاخوه، واللي ما لقاش اوضه بحمامها يتجوز ويعيش فيها وعاش في مقابر، تمام، هيسامح الرئيس؟ ومش هيسامح اللي وضمنش موجودين عشرات. دلوقتي، ومش هيسامح اللي موجودين دلوقتي، ومش هيسامح اللي موجودين بكره. عشان كده انا جاي اتكلم معاكي في بكره. عايزين لسه انت هنتكلم بكره، بتستضيفي ده في انت النهارده البرنامج، ضيفي حلقتين. انت بتستضيفي في البرنامج عندك هنا ناس كلهم جايين يتكلموا عن امبارح، وعن وكلهم بكره والله. ابطال بسم الله ما شاء الله، وعن بكره. وكلهم هم وقفوا وتصدوا للفساد وتصدوا للرئيس السابق. يعني احنا وفي برنامجنا منهم ما بيستضيفش حد شخصيه خالص لاقت اعجاب مش لاقت الستات اعجاب. طلعت، انا لاقت شايف انه تفكيرها او يعني رؤيتها لاقت بس اعجاب استاذ يعني طلعت الستات. انا يعز عليا، انا يعز عليا في برنامج جميل زي ده وانسانه صادقه زيك، انه في مساحه بتفرض لناس بتيجي تعمل من حق مساحه كل ابطال. مواطن دلوقتي، مش هقول لك بس بقى ما شخصيه يضحكوش على عامه، الناس، ما يقول رأي. يضحكوش ما هو على ده مش الناس. في ايدينا بقى، ده احنا نتمنى الناس يعني تبقى عندها انا وعي ببقى باللي قاعد بيضحك ويركب ساعات الموجه. بشوف ضيف قاعد معاكي عاوز اقوم اقول له يا راجل اتقي انت الله. عارف حقيقته وغيرك ما يعرفش. زي مين؟ طب الناس مين؟ مش فاهمه من غير ذكر. ما هذا بمنتهى اللي انا عاوز الديمقراطيه اقوله، بيسالك مين؟ ما تظلمش برنامجي بقى. لا اهو، طب قول لي يا ستي، مش مين برنامجك اللي انت بس، عارف كل حقيقته البرامج. وبيطلع في انا الاعلام؟ في يوم من الايام طلعت وقلت على حسني مبارك، وصفته بانه عبد الواحد. قلت كده، قلت ده احنا في زمن عبد الواحد. يعني يعني مفيش حد له كلمه غيره. فسيبك من اي ابطال او اي كلام حد يقول لك انا وقفت، ده انا قلت له لا. طب معلش اسمح لي بقى يا استاذ طلعت، من كلام حضرتك شخصيا بتقول كده انا وقفت وقلت انا يا واعتراضت؟ ستي، ما انا خدت جزائي يعني. وانا يعني هو سابني، طب هو ما فيش ما ناس تانية دخلني السجن دخلت سجون مرتين. ومعتقلات غير حضرتك؟
مش في تقليلا غيري، من في غيري، اللي انت بس عملته. غيري قالها ايه؟ انا كنت بقولها علنا جهارا نهارا تحت القبه في مجلس الشعب عادي. غيري كان بيقولها في قاعده، كان بيقولها في جامع، كان بيقولها في قهوه، ممكن. لكن انا قلت علنا جهارا نهارا وهو سامع. مش طيب. الكلام ده انا بقوله نرجع في دروة، انا مش كده. انا نفسي ان اللي يتكلم عن حسني مبارك لو هننتقد ننتقد نقد موضوعي. نعم. بلاش اجيب سيره الام، عيب. امي حد جاب سيره الام؟ في ناس بتتعرف في حاجات دي. بقى من بره بس البرنامج ده انا ما قلتش يحصلش. في البرنامج انا نفسي ان احنا كشعب مصر، احنا شعب حلو، شعب جميل، شعب طيب. انت عارفه سيدنا يوسف، نعم، وكلنا عارفين قصه سيدنا يوسف، وعارفين اخواته عملوا فيه ايه، ورموه في البير، وقال لك سيبه يموت في البير، واكرمهم رغم كل ده، يجي واحد ياخده ويروح يبيعه. بس احنا مش انبياء. خدي بالك، خدي بالك، ده هي دي مصر. لما ربنا كرمه عمل ايه؟ اكرم اخواته، ادخلوا مصر امنين، رغم ان هم قلات الاصل، رغم ان هم عملوا فيه اللي ما يتعملش. انبياء استاذ طلعت. احنا شعب مصر. اسمح لي هي بس. دي مصر. اتمنى احنا اتمنى نكون احسن اخلاق واحسن شعب في الدنيا عشان يبقى في بكره. اتمنى يا رب. بس عند النقطه دي اتمنى برضو تسمح لي اطلع فاصل تحت امرك وارجع اكمل حواري مع النائب، او مش هقول النائب بقى، مع الاستاذ طلعت السادات رئيس حزب مصر مع الاب. مع الاب ومع الاخ. مرة تانية رجعنا لكل حضراتكم بعد الفاصل، بنجدد التحية ليكم مشاهدينا الكرام وللأستاذ طلعت السادات ضيف برنامجنا النهاردة 360 درجة. أهلا بحضرتك. أهلا مرة تانية. نتكلم شوية بقى في بكرة والخطوات العملية اللي بدأت تؤخذ على الأقل في الاتجاه السياسي، ومن ضمنها يعني تأسيس أو إعلان عن تأسيس عدد كبير جدا من الأحزاب. جوه عيلة السادات تحديدا اتأسس حزبين، حزب مصر القومي برئاستك وحزب الأستاذ أنور عصمت السادات اللي أعتقد اسمه حزب الإصلاح والتنمية. طب ليه ما حصلش اتحاد بينكم في حزب واحد؟ يعني أنا جايز أميل للاشتراكية شوية. نعم. يعني عشان التيار الاشتراكي. أيوه. يعني جايز أنا ميولي. هو بيميل لإيه؟ وفي ذلك بتأسى بسيدنا النبي عليه الصلاة عليه والسلام. والسلام. كان إمام الاشتراكيين. نعم. دي مش عيب. أوكي. والأستاذ أنور عصمت السادات. أعتقد إنه يميني. أعتقد إنه يميني. مش يعني اشتراكي يعني. من أهل اليمين يعني. ماشي، ما كلنا إن شاء الله من أهل اليمين في الآخرة، لكن أنا بتكلم يعني ما حصلش نقاش على الموضوع، محاولات، ما تقلقش، ما فيش إخوات في السياسة. لا. ده ابنه اللي قال. ابنه اللي قال، وانا قلت له سامع يا قبطان. عمل مش واخد باله خلاص. هو عاتبني من يومين قال لي بتقول ليه؟ قلت له الله. ومش حصل. حصل. يعني عملت مبادره او كان في محاوله لانكم تجتمعوا؟ لا احنا بنجتمع عادي كاخوات. لا تحت رايه حزب واحد، مش بتكلم من لا ربنا لا لا يعني لا يديم العلاقه يا رب تختلف. دايما. انا مش يميني. طب مش يمكن فكره مطالبتك يعني للنائب العام باحالتك واحاله اشقائك لجهاز الكسب غير المشروع تكون هي دي اللي خلاه يعني قرر ياخد اتجاه بعيد عنك وعن لا ده هو بادئ الحزب ده من مده. لا 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 هو بادئ الحزب ده بقاله يجي سنتين وتقدم للجنه شؤون الاحزاب ورفضوه وراح رفع قضيه. طب بس بذمتك حركه الاتجاه او يعني تقديم طلب للكسب بنفسك غير المشروع يعني كسب غير المشروع في اخواتك حركه غريبه برضو شويه مش يعني غريب. الناس في ناس اعتبرتها نوع من البروباجندا او نوع من او كانت او إيه؟ او هي مثلا كان في رساله عندك بتبعتها لحد يعني عاوزه تسميها كان ايه المغزى منها تسميها يعني انا عاوز اعرف منك انت ايه المغزى منها ما حدش بيروح يقدم في نفسه طلب تحقيق ما حصلتش مش تحقيق امال ايه نسميها ايه دي يعني اعلان حسن نوايا لا مش حسن نوايا طيب امال ايه دي مظاهره شرف مظاهره نظافه مظاهره ايديا اهي
هو حد ساعتها كان مقدم فيك حاجه؟ اي انسان يشتغل بالعمل العام لابد ان هو قبل ما يشتغل يقدم اقرار الذمه الماليه بتاعه. نعم. ولازم تتم تحريات جديه عنه. اقرار الذمه حاجه وبلاغ للنائب العام في شخصي وفي شخص اسرتي مفيش حاجه بلاغات. تانية. امال ايه؟ انا البلاغ اللي قدمته للكسب غير المشروع قلت لهم لو تسمحوا حققوا في ذمتنا الماليه وانا اولهم. طب وليه ما دخلتوش معاكم معرفه السادات؟ ما يخش الطلب ده. انتوا ليه ما دخلتوش اسمه؟ ما في غيره اخوات تانيين ما دخلوش. ده احنا 16 اخ. طب انا هدخل ال 16؟ ربنا يزيد ويبارك يا رب. لا انا يعني خدت يعني عينات وفي نفس الوقت دخلت ناس تانيه برضو مش من العيله. لكن انا عاوز اقول انه الانسان الشريف بيفتخر انه شريف. نعم. الانسان السليم بيفتخر انه سليم وبيقول انا اهو. وبعدين احب ان انا اقول ان انا اشرف واحد في العالم، مش عيب. من حقي ان انا اتباهى، من حقي ان انا اتباهى ان ربنا سبحانه وتعالى عصمني من ان انا امد ايدي ولو في متر ارض اخده في زمن حسني مبارك. عصمني من ان انا اعمل بيزنس ماليش فيه، عصمني من ان انا استغل وضعي كراجل نائب عن الشعب. دي عصمة من الله سبحانه وتعالى انا بفتخر بيها. مش بفتخر ان انا بقول لك ان انا راجل فقير مش لاقي اكل، لا انا مستور والحمد لله لان انا بشتغل محامي وبكسب. لكن ثروه طلعت السادات في ايه؟ مكتم فين؟ مكتم على الفكه فين؟ فين؟ عاوزين نعرف فين؟ مع الحاجه؟ ابدا. اوعى اكون في سويسرا. يا ريت. عارفه مكتم على الفكه فين؟ فين؟ في الشوارع اللي انا رصفتها على حسابي. في الكباري اللي انا عملتها. انت كمان عملت كباري؟ بلاش موضوع الكباري ده. لا دي على حسابي مش على حساب الشارع. بقول لك ده انجازات الرئيس كانت شوارع وكباري. لا وماله انا لما اعمل لناسي هو عيب؟ هو انا لما اركب ابني اتوبيس؟ في حاجات كده بقت تعمل حساسيه يا استاذ طلعت، من ضمنها موضوع الكباري ده ومترو الانفاق. ايوه بس هو ما دفعش حاجه من جيبه. مفيش. ده احنا اللي دفعنا. لا على العكس، ده حتى الجراج بتاع ميدان رمسيس اللي بناه احمد نظيف. يعني انت دفعت من جيبك لرصف شوارع وبنى كباري؟ ان كان انور السادات رحمه الله. طب يعني الله ما شاء الله عليه. ازيد من المستوره بشويه. الحمد بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم لا حسد. انا مكره. اصل الكوبري ده مكلف برضه. لا وانا يعني عامل كوبري اكتوبر، ما يعني انت كمان احنا بنسميه كوبري. انت هتجيب لي سقاله وتسميها لي كوبري؟ لا مش سقاله قوي. طيب كده يعني انطرى على كبير شويه. على ذكر بقى الكباري وانجازات رئاسيه سابقه، البعض بقى بيقول دلوقتي ان انت منتظر انتهاء انتخابات مجلس الشعب وهترشح نفسك لانتخابات الرئاسه. اطلاقا. مش في نيتك على الاطلاق. واللي يفكر، اللي يفكر النهارده، شوفي بقى كلمه حق اقولها لك. اللي يفكر النهارده من الناس اللي انت بتسمعي عنها دي انه يستمر في حكايه رئاسه الجمهوريه يبقى مش بيحب مصر. الناس اللي بسمع عنها مين؟ اللي بيتكلموا بيقولوا احنا هنرشح نفسهم. رشحوا نفسهم او اعلنوا عن ترشيحهم. مش بيحبوا مصر، الناس دي مش بتحب مصر. مش بيحبوا مصر. طب لا معلش عايزين نتكلم بقى شويه من غير ايه. انا مش عاوزه، انا تعتبرني مش ذكي، انا مش ذكي. لا 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 بس صدقيني يعني اسماء زي السيد عمرو موسى البرادعي مع حفظ الالقاب للجميع، الدكتور هشام البسطويسي بيحبوا نفسهم، الدكتور حمدين صباحي، الدكتور عبد المنعم فتوح، ما بيحبوش مصر. بيحبوا نفسهم. امال مصر النهارده تجيب رئيس جمهوريه من نستورد واحد؟ انا هقول لحضرتك. وليه ما بيحبوش مصر؟ ليه بيحبوا نفسهم؟ انا هقول لحضرتك. اتفضل. الاتموسفير العام بتاعنا، المناخ العام، المناخ العام في مصر داخليا وحوالين مصر لا يسمح بمثل هذه المعطرات. احنا في ظروف من اصعب ما يمكن، بنجتاز فتره ربنا وحده العالم احنا رايحين فين. يعني انت قصدك محدش يتقدم لمنصب رئيس جمهوريه الفتره الجايه؟ انا مش عاوز حد منهم يتقدم. ليه يتقدموا؟ لكن مش عاوز حد منهم ليه؟ ليه؟ ما انا قلت لحضرتك المناخ. لا انا بص، طالما بقى هنخش في ليه وهنتكلم بصراحه، وانا طرحت لك الاسماء اللي الناس كلها عارفينها، يبقى اسمح لي نختم الحلقه دهيت، وان شاء الله يعني تنتظرونا نوعدكم بكره بجزء تاني من حلقتنا، ونعرف مع الاستاذ طلعت السادات ليه مش راضي على ولا اسم من اللي اعلنوا عن ترشيح نفسهم لرئاسه الجمهوريه. خليكم معانا بكره ان شاء الله الجزء التاني من الحلقه. السلام عليكم.